هيك هاو العرب الكل 50 60 80 مليون الا نحن من غريبه ليك الكعبه يتغرب كنا نبول بلادك هلا طب معقوله الغريبه يجيبوها لنا في السخانه الغريبه كي تتكعب الكعبه تقول سمير ومركو تاع رمي في فمك تشيح في الوقت غريبه يا صاحبي الغريبه نرمى الموقف اللي ما تعطيه وهنا شرفوها كسمان بيتها في ستالتي ممنوعه في الاوروب يلايقوا بها في فرنسا يوكلوها لنا صاحبي انا بيرسونيلمون ما نقولش قلت في نقم على الغريبه نحن ولاد الفقراء سيتو جينيراسيون تاع 80 90 اللي هو الوقت عمرنا 10 سنين هنا نقم طلع تذكر وقت نحن في العروسات ولاد الفقراء كي استدعوا امك استدعوها وحدها قول ايجي ما تجيبيش الهم معك شكون من الهم نحن ولاد الفقراء اسمنا الهم ولاد الغنيين شو اسمهم لي زونفون شفت خويا كل الارض ملي صغير تبدا الحكايه ولاد الغنيين اسمهم لي زونفون يطلعوا كلهم موسيقى في نفس بونجور لي زونفون بونجور يا بتاع شعر ورد انتي دوك ما يشوفوك الهم نهار وانتين بوك كي نكبروا يولي عنا لقب او كبروا الهم السخط ولي فرحان شو اسمك ولي تسوي السخط يا بابا قداش شيخي وكنا نفرز بفرح فرهدين في الهم هذاك ما كناش راهو فقر راهو يفرضنا حاجه باهيه هذيك لي زونفون شراكم مرتب بالسخط والله امك عاد تبدا ماشيه العرس باش تمشي معاه جاش تحق تهزك وين باش تحط؟ تحطك في الروضه تاع كفار الروضه كامل وين باش تحطك صاحبي دار الجيران وما بينهم ماشيين معاها مش تعينا معهم كامله ماشيه معاها لي زونفون وين يحطوا ولادهم لي زونفون حطوهم في روضه الاطفال اسمها جاردان دونفونس باللونجلي كيندن جاردن كنت الجنزة اللي تحط فيها أولادك ثلاثة سوايع بركة هاتلو عندهم ناسيوناليتي ثمانية نص نهار عندهم الباب يخرجوا بالخدمة نتاعهم لابس عليهم مكونين نهار مليون ومئتين صح شفت كنت الجنزة كيفاش عايشين خويا عندهم كتابلات يلعبوا بها نحن خويا وين تحطك أمك أنا كنت الجنزة أمي يهزني كنت الجنزة نهار وانت البوك تاع كفارك يربطوك في البنك يا صاحبي اوصل فكروها برشا تربوها البنك يخليوا لي نص متر وحبل لعبتو في الفيله نتاع الكاسكاس هذيك بيك يردوك فيها وكل نص متر وانت وكل متر هذيك الحريه نتاعك راه في بالك عايش مع فرحان انت ليله كامله تعديها تسري سي بلاص انت شتي شيخ الثاني يوم ندور روحك بالزربوط وغني تقلق وما يلعبوا الطبلات تحط يدك في الكانون انت جابر ذكر تطلع عكاشه كي تكمل تاكل الشمر تاكل الهندي تمشي على الكزاز صغير تلعب مش تلعب أمي لك في الكتير شيخين وقتها أم في فينا ترونفونس كنت القند الأخرين صح بعد أمك تنت عليك أنت مربوط تبدأ تحضر في روحها لاحظت إنسانة محليهم كيجيو ماشيين العرس سيرتوك الكبار يسموا شعراتهم صفر ربي عارف سؤال آخر نساكي عرسوا في تونس علاش يسموا شعراتهم صفر خذي ناسيوناليتي خليتي احول اسكن في الحومه شبيه والله ما نعرف طابع طابع ليه سيرتو نسانا الكبار لحتى كل نسانا هما جنرال مو شعراتهم صفر يبدا وجهها ازرق اه باش نسيت خدك اي عاد لطفي شنو صورتنا احنا اوني شارمون اختي ماكش شارمون شارمون تعرف حظ انت يا اخي انا قبلينك يا قبلي زرقاء وتبايزي هذيك وريه تلبينا بالكف وامك عاد اوبسيون باش تسبق شعرها اصفر كي القوريه وشعرها احمر الصح شعرها احمر شكلك اللي عامل شعر قلتي انت مش شعر عامل صبيغه ما تحكش في شعر امك صبيغه تجي تاكل مش تبر لك سيزيني تعمل امك تقول لك جيب ليا ليترك سيزيني علاش قلت لي روحك باش تنتحري ولك سيزيني وشعر امك نحر شراب كي يتقابلوا قول عركة بتاع قطاس دول ما تحطهم ساحي انا شعر رمك يا كسان ودي بوك ما تسبخش على رمك احضر
مرة تقول طرف قرد فوق راسها. ما شفت مش تحرم وقتها سيد. القورية تمشي توركا شعرك يبدأ. أمك يزوز مع الغرب قلت له أنا ودي. وبعد كليل زوز مدريات وطلوا فلان. بعد ذاك الكل شي جيت تحضير اللبسة بتاع أمك صاحبي. أمك وقتها تجبد أقدم فوطة وبلوزة عندها. قالوا كلي بالعدس عرست بيهم كرشة ماريانا. لكن نسيت أمك وقت عرست هي مسبوعة. كي كبرت سمنت ونسينا عندهم كيسن وما عندهمش كرش من قدام بركة. كلها كرش تولي. شومبرير كلها كرش وكلها سرة وجهها كلها كرش وسرة. وفولة بتاع كبرش من تاني تبدا عندهم. بوم دا ماشي بيها العرس تقولي حافظة صار شفت الغلاء عارفة شفت الغلاء شفت الطوارئ اللي عندي. ما احلاهم. تلبس كفوتة خاطر ليك طويلة من لوطة تتسكر البلوزة من فوق ما تتسكر. أمك سرها ولا كي الحين. وتا ما عاد شي فيها عائلك يا ابن بابا وانا وجماعة بابا. سكر هنا سكر انا ولد البوك الهم. سمعت تقول يا خو بانيرا ناس تسكت وهي ما تسكرش راهو. عرفتك الوحدة اللي ذوكم من تالي. ونحن تشو دي. سكر معك دي سكر معك يا بابا. يا بابا انا اسكت جنبي يا زهر انا وعشت حالك. يا بابا انا يا بابا. او كانك مش سير حيوان يا بابا. اصبر اصبر يا بابا. تقول انت تتسكر هذيك ما تتسكرش صح. لكن امك عندها الحل في النساء الكبار هالحين. تحط فيستا فوقها في السيف. تبون بالفوري السيف ويقولون لي مدخمة ليه الوحدة ما عم تتسكر. ما توصل لامك العرس بك اللبسة وك الدنيا وك العدس كل جنود التطهر داخل هكا حومة كاملة وبوك كل شمال بتطبع فيها بوك على الكيش بدقوة كسوة عنك ورزها على الفرنسيس تلقال على قماش وقت قماش تلموم هو السوف البوك يشلع قماش عامل هكا وزين لبسوا فيهم جماعة النهضة دول. ما عرفش عامل لك مش شوتو كومبيلاتين فرهد الدنيا فرهد الدنيا حتى كيرك يردو هكرا برا قلت له مني شديتو زي مالي لا شيء صح شيء عاش نبهت عليك نبهت عليك انا حكي وستشل ربي سمع هكا هكا وتعديت ليلة ليلة في كرتاش حاجة قومي لاوي قومي يشحي لاوي لما إذا قاموا يشحوا لازم طاقة مش تقعد نص الليل يجي من الساعة بتاع الليل ما أحلاهم أماتنا الكبدة مشو ما يحبون تتذكر تتذكر ليزي ميت من شر مربوط أمك أول ما تقول تقول كل مخبول راه قتل الشر مسيك ليت ما حلاها سمينة الهم سخط المخبول ونساوك أنت يا رب ربطوك من 4 متاع العشية حتى الضوء ما خلاوش يشرب الضوء عنا حاجة لوكس راه الضوء كيجيو جديد كنا نحلوه توريهم الضوء شفت الضوء وقع عند الطفي طول على وانت تلعب في البلاص حتى في الفيمو تقعد تلعب راه وانت فرصتك وحدك مرة تاخذ دمي لقيتني وليت متوحش تلقى الدنك في سقطة بنك يا عمي يا عمي شوي جيبي لي تاولة نكرة يا عمي غادي شرب هزيني الكاس الكاتر يا عمي متوحش هكاك انا ولاد الحومه سيبنا عليهم مش عارف كاس الكاس نحن صغار كيفهم نحبوا نلعبوا معاهم شعراتهم مرتب ايش نلعبوا ايش ها ماما جيب لنا كيلو بريوش والله قوم بريوش يزري وبعد يروحوا عاد عايدتك بالعرس ما الساعة ما الساعتين ما عادش فما كيران تاكسيات ما يخدمهمش ماجوراسيون ما عندهمش فلوس لحقهم ما تساعد تشوف عائلة كاملة مروحين كي الجبونة مرفعين وبوك بالقدام يقول فيهم بوك يفحل بعد ساعات قعد شي واحد يمد عن سات أمك كي تندور تروح أمك ياخذوا لك بس 3 4 بتاع الليل
امك تبدا تجبد فك الواحد بالغريبه وتحط باش توكلك كنت رشومه بالوقت ما تستناش تلوجك في الدار ما فماش ريحه وين في السيف باش ترقد في الدار عندنا كليماتيزور كنت نقدر انا ترقد في الصح كي الوزن تبدا تستنى فك كنا عملناها لحد تو مازالوا كعبات يعملوها ملي عمرنا الخمسة لأربعتاش سنين نرقدوا بك الخلع على البيوت وكل كرسون البريكة في الكاتب عرفتهم؟ راس ديما بس منهم انا وقت اللي يفكر عرفتوا كل ما كل كرسون والخلعة بس ناس مية مع بعضها تفزع حد فيه يديك هكا راك كبير فما عازل بنات تعرفوها من كدا ونسيه قهرتهم نحن الصغار كي نكبروا من 12 سنه 14 سنه وقتك تحس في روحك راجل ما تخرجش راك تتعارك طول في الحومه ورجوليتك الاولى ما تستجربهاش على الحومه جربها على امك واختك في الدار تقوم في القايله نتيقر الخلعه معوجله بدلك معوج الكل يديك في الكلسون تتسربس على امك واختك تحب تجرب رجوليتك يا عمي ما نرقدوش جيبي على حليبي يا عمي قلت لك جيبي على حليبي انت كيف تتفوحل على امك واختك وهم بارتين فيك شو الهمك بساعدو لو نضرب امك تنزل السخط ولا اللي راجل هذا هركام هو يزغط الهم على الله عليك وربي قايد في العفرة انت تفوح على امك ويديك في الكلسون هكاكا شكون يخرج من البيت الاخرى بوك نفحل الاسد بتاع الدار بوك صاحبي باش يهدك يخرج بوك لابس كلسون اقوى من كلسون فما كلسون اقوى من هذاك فما كلسون بوك يا صاحبي في الكلسون نفس الكلسون من فوق بالبكاتب وصافيه دوال فكروا صاحبي بتاع وستير الكبور يبدا بوك لابسه في الدار تقول قرطاس قلوب يحوص معاك وبوك عاد يبدا حاط فيه يبدا حاط فيه كل شيء رفق الكاتب جريده النفه بتاعه والسبحه كل شيء يبدا حاط فيه الغد وين بدنا نخلق ولدي البوك بالكاسون الله عليك الكاسون هذاك ما كناش نعيشوا بيه في الدار الكهو نعيشوا بيه للبحر تذكر تعوم به صاحبي تذكرها كي يتملك من مال وشوية رمل يتحلك من الدخل يتحلوا كله كي الباراشوت حرق به من الدخل أنا مرة كرسوني تلقى ساعة جاتوني قصبتين ودخلوا يسيفوا غادي عائلة أخي بابا تعبت وسكر وانت الفم يغلقوا في الليل يقرسوا بسطي أنسومني ما جاهمش النوم أربع بصات تركوا تسكت بحر قريب نحن كنا في سنتر فيل لازم ناخذوا التجيام باش نجيو نهار الاحد التجيام اكثر من كرتاج معناتها الريح ما يتعداش نعديو نهار كامل لازم نهزوا الكوتي ما يتعداش الكوتي ما تنجمش تطلع ساك وين نحطوا الكوتي في الكلاسيك باكيت ربع تورباش منو عندنا لازم تكلاسيهم وبوكي بوكي يتعدى يلمنا كي شنو ضرب استعد كاسوتك باكيت شك اربع بنت شك شك العظمه شك تطلع فك التريل وتاخذ صاحبي بك السخانة ومغفص تطلع من الكوتي بتاعك نورمال توصل حق الكلويت تهبط بيه كعبة فتيل علاش بيتين عليك واقع يا اخي مش عندهم باتيك كالزوني زين مع شكون خلاو عندنا تخرج كتفي في كالزونك الباتيك وتخرجها باتيك سيكسي باتيك كالزوني هيك عندك ليه أمك ترجع للصح تلقاك راجل وانت ديجا تتنفس بالسيف خشمك مسكر بك الخنانة متاع السيف عرفتها مش خنانة تنحى نورمال خنانك اللي شادة في مخك لازم تمشي للتوليت تنحى جاب نفس بالسيف أمك عاد تخدك تخلك في الغريق وتقول يا أخي يا أخي يا علي توفى نهار ودي بوك تعرفون الفقر انتم شكون عاش في الكسكروت بالتالي مرة فديت للموت بابا قلت له يزي من فقر كسكروت بتاعي قال لي كنا فقر منكم قلت له كيف كسكروت بالسيراس صاحبي ياكلوا مخه يولي يلمع لكن في هذا كنت تحب وتكرم ونرجعوا للواقع
10 ملايين وعشنا الفقر وعشنا كل شيء. اليوم عملنا ثورة العالم بكل وقت يتفرج القوة التونسي راهو يعرف قالوا ثورة. أنا واحد راني نمشي في ساعات نتعدى في كانال كويف كانال فانكات يعرفوني تونسي نتعدى مع لي زيموريست يسألوني نروح المقطع في تونس سب تونس هنا يقول لك معلم تسبها لبرا يقول لك مش راجل دونك ما نسبش تونس لبرا باش تكتب على الفرنسيس يقول لك ايتوكري انتم عادش يخدم معنا وحلو قالوا لي عملتوا ثورة قلت لهم عملناها قالوا لي كيفاش؟ 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 عملناها ما حبوش نقولوا سالونا يا ثورة لا مرميش يا بعد قالوا جديد جايش نوبيل قلت لهم خينا قالوا كيفاش قلت لهم كيفاش مرة نحن قاعدين تعدى واحد عنده جايش نوبيل قالت له ما توانسة قلنا له ايه عليك قالت ياخذ جايش نوبيل قلنا له كبيرة ولا صغيرة درسنا وعملوا قمر صناعي عملوا جديد شو عملنا نحن؟ قعدت نصدق قلت جيش نوبيل السلام يا ريس نسلموا برشا على بعض سلام الناس ما عم جيت عن سنة سلمنا على العزوز رجناها لكن في هذين كلهم تحبوا تكلوا راوك عملنا جيش نوبيل وخذينا عملنا ثورة وكل قولة الأمريكان وفرنسيس وركزوا معنا خمس سنين هذوما اللي تجيب كلها على تونس قال لك البلاد هذوما ما فهمناهمش جيش نوبيل ما عملوش ثورة 10 ملايين وعملوا ثورة كبيرة ما عندوش فلوس كل يوم يصير شنو الشعب هذا؟ سبتو قال لك خمس سنين هذوما ما عادش لازم يحكوا فيها ما عادش لازم يحكوا فيها مكان ربي لا بوليسية لا حاكم لا عرس لا حتى والله أول شيء يحكوا فينا ربي يا بعض لك الدياري شلال السريح يعني حكومات الخلانين هذوما لازم يحكم فينا النهضة حكومة الخرايطة مش صدر ثلاثة سنين كل واحد حكومة الكرويكا فما نحس منها دوا على حكومة الكرويكا نيدي واحد قال لي كيفاش عرفتهم حكومة الكرويكا قلت هما قال يا اخي مش خلاص واحد منهم قال من الاول نحن حكومة النخبة ليلي قلت باهي هما حكومة النخبة مش بعد الزر قال عندنا الشق الايمن والشق الارخص والشق كل يطلع مش يطلع في النخبة هما فما نخبة بلا سد هي واحد قال لي النهضة على السباهم النهضة قلت له 3000 سنة جديد واحد منهم قام قال له شو عملت؟ قالوا له نهز نسموها النهزة نداء قطع صراط وعلاش اسم نداء طاو فما شريحتهم نداء يقولوا ما نداء ما نداء فما واحد قال لي منه صحابي فرنساوي راهو محمد ما شفتش قال لي منه السبسي لانها مره بركه في العام قلت له خمسون كيف فرق تخيل يصفر الشكايه في السيل في الوزع تك 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 تخيل في البيع على ظهره توا كنت خسر لك شنو باسيا سيلو فان قال لي علاش بلفين وقلت له يا خو هو مش قدو مين يجيبوا له هو في عمره راح قال لي شو تتكلم على السيسي ما تتكلمش على الغنوشي قلت الغنوشي تحكي عليك كنت تحكي على كاتريل بديل سمعته يحكي الغنوشي تقول توا لا حبي دي ماري يبطلوا الموسيقى واحد قال لي سيريزمون شبيب اللي جات والحق راهو الفرنسيس يتسائلوا برشا نحن ما على بالناش سبوز دي كيستيون على طول قالوا لي كيفاش فهمني الشعب هذا شكون ونحب نفهمه كيفاش تحكوا فيكم نهضه ونداء فردق فردق قاعدين يحكموا الرد قال لي قلت لهم زوز قرايه بدوك قاعدين يحكموا بعض واحد من فم الاخر بالكوش ولا قال لي واحد تريكو مونتيا بس قال لي كيف نهضه وليدي قلت نعم تونسي خاف ربي سكرش الشعب الوحيد يبدا في بار يحلف ورا سالماس سالي عليك قلت شعب تلمو مقلوب شعب الوحيد يسكن كل يوم ب 40000 باش يسال هو فقير مره تعرف فاهم هالجاوي تم اخوه يسكن
نتكلم في المهموده. قال لك ادون موي ميتافور على الاكزوم. قلت له شافيك الاكزوم تتكلم من البلاد. نداء بائعه، نهضه حامله، شعب التونسي بالعه، والمرزوق يقطع بالكامل. الزقزوقي. كل عصفور تحت من عالشبور. ذكرني عرفت اللي مازال ما عملش الشعر. خلصوا فيه زيوال كانوا. والله كان يقول والبلاد يضحكت على الخزوقي عملتهم الكل مزمر عليك. تخسر في الجلد في القصر. سير شنو الشعب هذايا؟ قالوا لي من واحد قال لي شبيه الشعب التونسي مشات نداء تونس نهار قام البارح. قلت له معلم بيح في الشارع. قلت له واحد بارع عرفني راهو بل هبني عرفني في الشارع خالي السلام عليكم. ترى ليش ما بلدهم كان ديما خاك اللي بالعين ديما فما واحد يحب يبول وين الحين؟ كي يبدا بالعين وعلى الاخر ديما يلوجوا في حاجه. يبدا كانه ماشي على القبره مش بلاد. عرفني قلت له شبي خويا؟ قال لي شر الدور من البرلمان. برلمان؟ ما جاوبتوش زاد تخلى عطاها 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 فسخ مخه. فالمهم قرر في البلاد. وخرج من البار قال لي ساعه وراه نخله بالابيض. نخله؟ شجرة تعكم في دارك؟ كانت تعكم فينا حمامة؟ ولا تعكم فينا شجرة نخلة؟ سنة يا نخلة ما سنة ما تحاسبناش خلينا نتحاسبوا على حمامة. ثلاث سنين تحكم فينا نحن ساكتين. يا حمام ثلاث سنين راك تزرق علينا ونحن ساكتين وانتي راح شبه تشعر الزق 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 ياسر زق الزق ياسر زق ياسر. وتوا هاي صاحبي النخلة تحب تخلى والحمامة تحب تزق ونحن في الوسط واحدة تخلى والأخرى تزق واحدة تخلى والأخرى تزق. وبعرف ابوه ريدو الشعب التونسي تحبوا تخلاو وتزقوا عليه رانا ما على بالنا معك ومن الاخر تخلاو ونفيه. واللي مش عاجبه ايده في السلسل بابا الأول ويسي في السبسي معناها يدنا في رئيسنا شو اسمه السبسي أول ويسي ده الدمى بابا صراحة يا عاد اسمع فيك اسمع عادي اسمع عادي حطوا له لباري بعدوا له فمه تاع برازيل اسمع عادي يا معلم ما لازموش نحكيو على السبسي اليوم قروا ماذاك يحكم فينا تحبوا تكرروا رئيسنا قاعد في قصرها ما نجموش نتعداو وما نحكيوش عليه امبوسي تحبوا ولا تكرهوا ذكر ولا يحكم فينا سؤال مش هو علاش يحكم فينا وشكون ولا سؤال حقيقي مش نعرف المره الجايه شكون ندخلوا نتخبوش كيفاش ولا يحكم فينا العب لنا على العاطفه الشعب التونسي تمسه كان من قلبه مازال ما عندوش مخ خاطر كان جاي عنده مخ راه مش حاجات ما عملهمش العاطفه كيفاش الخمس سنين هذوما اللي خلين الشعب التونسي كره الاحزاب اللي جات الكل ما عادش عنده ثقه في حتى حد من غير ما يشعر قاعد يحب بورقيبه بلاد بلاد وما سرقهاش، شو عمل السبسي المهم؟ مش هينات الانتخابات نتاعو تعدى لنا مباشرة في تونس من القبر نتاع بورقيبة في المسجد لابس كاميرات نتاع الفومبير خرج السبسي فور ايفر. بعد قال كلمة السبسي وقف لي مخي. خرج بعد ما شد رئيس قال نخمم في المستقبل. الظاهر اللي يحكي على الجنة. كان هو عمل المستقبل مازلنا ما تولدناش مجال السايب يلحم في العزوز هذا. لكن في هذا كله ما في ياسر السبسي هذا اللي يسمع فينا. الوحيد اللي يهزم ينزل الفرنسيس، الفرنسيس ما يهزمهم حد. إلو كو يعرفوا يتكلموا ويخرجوا منها. فرانسوا اولاند كي جا المتحف برد، اش قال له السبسي مباشر على الكل يتفرج؟ بونجور فرانسوا ميتيران.
هذيك فرانسوا بيتو تهند قال بلكش تسوي ميتيرون مع البيات ما خرب هذا. بعد برشا استغلوا الفرصه ما ياكلوا الباشا برشا ياكلوا. قال يا داي عن خرف عنده الهالزاي امبوسيبل الباشي يبرد من الهالزاي. وقت انت الهالزاي تقول الهالزايمر يبرد من الباشي يجبرك يعطيك الهالزايمر الناس يقولوا شو يقول لك حمد بيان سور. لكن سي امبورتون دافوار ان بريزيدون كولتيفي. تحبوا نتذكروا برشا يقول لك داخل في البوليتيك اسم يقول لك تونس يا اخي شكون نحن تونس خلينا نرجع تونس بلاد فقيره ما عندهاش فلوس لا عندنا لا سلاح لا فلوس لا ذهب لا بترول في فيصل العالم عندنا 3000 سلاح هزارك هو هذاك اللي قاعدين يبيعوا فيه توا باش يجي يسر شويه خرب خلوهم للرومان نحن عاملين كيدرا وموال كرطاج هي خربة خلوها لنا الرومان موال دكا زي خربة خلوها لنا الرومان موال تونس زي خربة قاعدين نقولوا فيها نحن شو هذه خربة وسمسم هذا العبرهم على العاطفة الفرنسيس ما هو الحب ولا كولتور تونيزيان 3 مليون ديستواغ خاصهم البرة من هم المتاحف في العالم بيوت بيوت حضارة دخلهم قالوا زي الحضارة الفينيقية واسي مانيفيك الحضارة البونيقية واسي مانيفيك الحضارة الكرطاجينية الحضارة الرومانية الحضارة العربية الإسلامية بعد قالوا الحضارة الخنانية الحضارة الشوليقية برشا شوية حكموا فيها الحضارة الشوليقية بعد دخلهم البيت معنك الصب ما قبل المسيح نحن 2 مليون افون جيسو كري فرنساوي قال لي بوركوا جيسو كري كنتو يكري بوكو بنو مصمبة عندنا قدم مصمبة في تونس وراها الفرنسيس بهت عمرها 4000 سنة فرنسيس بهتين فيها وهي بهتة في السبسي بعد درسك بكاء قالت له السبسي عقلتك